كمواطن مصري قبل أن أكون رئيساً كانت سعادتي بالغة بهذا التنوع في المرشحين الذين بادروا لتولي المسؤولية، لهم جميعاً مني كل التقدير والاحترام. فالاختلاف سنة الله في خلقه وحقيقة لا يمكن إنكارها، والتنوع هو ثراء حقيقي يدلل على خصوبة أمتنا وقدرتها على البقاء. والحق أقول أنني قد بذلت الجهد وصدقت العهد قدر ما استطعت، وتجردت للوطن مخلصاً له العمل والنوايا. وكما لبيت نداء المصريين من قبل، فإنني قبل أن أقول الفقرة ديت هطلب منكم أن احنا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وندعوه ونقول له يا رب. طب من فضلكم، طب اسمحوا لي، إن كان يا رب في غيري أولى بها مني فوفقه ويسر له. ويا رب إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي. انتوا عايزين تتعبوا على طول بقى. طيب متشكر جدا. فانني باذن الله البي اليوم نداءهم مره اخرى وعقدت العزل. هقول مرة تانية يا رب أكون أنا أولى بها. وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتداداً لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها. اتفضلوا استريحوا لو سمحتم. تفضل. وأدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح. تلك دعوتي الصادقة، وهذه إرادة المصريين التي أحترمها وأعمل بها ولها. أنا عايز أقول لكم إن أنا عمري ما وعدت وعود ولا قلت كلمة ما أقدرش أعملها. أنا كل اللي حاضر أقوله لكم إن أنا هفضل أشتغل 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 وربنا اللي يوفق. وأنا بكلمكم وبكلم كل مصري ومصرية، من فضلكم والله هيسعدني جدا ويشرفني جدا إن نسب المشاركة من كل المصريين اللي هم لهم حق الانتخاب إن هم ينزلوا، حتى والله لو لم يختاروني، حتى والله لو لم يختاروني. أنا عايزكم تظهروا للعالم إن هنا في دولة، وهنا في ناس، وهنا في إرادة. إرادة الناس مش إرادة حاكم، إرادة الناس هي اللي هتجيب الحاكم.
ولما الناس كده كلها تشوف في العالم كله إن كل المصريين نزلوا أي ما كانت النتيجة هتسعدنا كلنا، لأنها هتشرفنا وهتشرف بلدنا.